طبعا يعني هو بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية اللي هي مسؤولة عن يعني الانتاج يعني التعاون في مجال الدواء، ولكن يعني ببساطة مصر تنتج كم كبير جدا من الأدوية، تصل إلى حوالي 90% مما نستهلكه بنقدر في الأدوية العادية. لكن التحدي الكبير اللي الدولة شغالة فيه في المرحلة القادمة سواء في مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص هو إنتاج الأدوية البيولوجية أو الأدوية التي تستوردها الدولة المصرية من الخارج، وعلى سبيل المثال كما تفضلت أدوية الأورام. لكن إحنا حققنا نجاحات كتير في إنتاج أدوية السكر على سبيل المثال، أدوية طبعا التقليدية كلها موجودة، بل بالعكس يعني هناك تصدير لكثير من الأدوية المصرية في أسواق عالمية ليست فقط في أفريقيا، ولكن يعني مؤخرا كان هناك من كوبا لسه تصريح أنها سجلت أو بتسجل بعض الأدوية المصرية، وهناك تعاون مع الدول العربية الشقيقة، مع دول أفريقية، حتى مع دول أوروبية لتصدير الدواء المصري في الخارج. فالدخول في الصناعات المتقدمة خاصة بتصنيع اللقاحات مثلا من نظام المسنجر RNA أو الحمض الرسولي أو من أدوية البيولوجية أو أدوية الأورام، بالفعل بدأت المصانع دلوقتي تستعد لهذا العمل الهام الذي سيوفر على خزينة الدولة كثير من الإرهاق الخاص باستيراد هذه الأدوية. أشكركم شكرا جزيلا.